بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية عن زيادة أعداد الفائزين بالبعثات باختيار 10 مترشحين إضافيين. وأوضح البرنامج بأنه سيستمر العمل لاختيار 10 الأوائل الفائزين بالبعثات وفق ما هو معمول به حاليا، بالإضافة إلى ذلك ستتم إتاحة الفرصة 10 مترشحين إضافيين كحد أقصى للفوز بالبعثات من الذين يحققون ما مجموعه 90% فأكثر في التقييم الإجمالي للمعايير الخاصة بالبرنامج التدريبي الذي يلتحق به مترشحو برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية. وسيتم اختيار 10 المترشحين الإضافيين بناء على نتائج التقييم للذكور والإناث في المدارس الحكومية والخاصة. الجدير بالذكر أن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية يتيح للطلبة حرية اختيار التخصصات التي يرغبون بها من الجامعات التي يحصلون على القبول فيها. وقدم البرنامج 227 بعثة لطلبة البحرين بناء على كفاءتهم الأكاديمية منذ تأسيسه في عام 1999. تتمثل معايير التقديم للبعثات في أن يكون المتقدم بحريني الجنسية ومقيد في الصف الثاني ثانوي أو ما يعادله، وأن يكون حاصلا على معدل تراكمي 97% أو أكثر في الصف الأول ثانوي والفصل الأول من الصف الثاني ثانوي.